السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النهارده حلقة جديدة من حلقات طبعا التحاليل الطبية من صفر للاحتراف، واحنا النهارده هنكمل باقي اليورين تيست او اليورين اناليسيز، وازاي بنقدر ان احنا نعمل بريدكت للديبستيك. اول حاجة الديبستيك، هو احنا وقفنا عند الديبستيك المرة اللي فاتت. الديبستيك هو عبارة عن شريط بلاستيك، اوكي، ليه several squares. squares دي بيكون ليهم color، والcolor دي طبعا فيها components. الcomponents دي لما attaches مع urine analysis او الcomponent في urine analysis بتدي color مختلف. زي ايه الموجود على الstrip؟ زي عندنا مثلا هنلاقي بيعمل test leukocytes، اللي هو لو في باص سيلز بتظهر برسنتج قد ايه، بنقارن اللون اللي طلع على الستريب. نايتريت، بنشوف النايتريت ده معناه ان في بكتيريا، فلو طلع بوزيتيف يبقى معنى كده ان احنا هنشوف على السلايد اندر مايكروسكوبيك اكزامينشن بكتيريا. اليوروجلوبين، بنشوف درجة اليوروجلوبين، يعني بتلاقي اصلا الكالر بتاع اليورين نفسه متغير، مايل على اللون الاورانج او الاصفر الذهبي كده، شكله يعني لونه زي ذهبي كده، فده بيكون فيه مشكلة في الكبد. البروتين بيظهر درجة مختلفة. طبعا حاجة مهمة جدا، لازم بنشوف البي اتش، لان البي اتش دي هنشوف الكريستالز اللي تحت الميكروسكوب. وطبعا البي اتش لو كانت في بعض الكريستالز اللي بتكون بتظهر في الوسط القاعدي، وفي بعض الكريستالز اللي بتظهر في الوسط الحامضي. طبعا احنا هنكمل باقي الشرح. البلاد دي ممكن طبعا لو في بلاد في اليورين بتظهر الدرجة. وكمان مش معنى ان احنا نفحص الستريب فده امر نهائي، لا، لازم نشوف الستريب ده تحت الميكروسكوب عشان نتأكد ان البلاد دي، هل ال RBCs اللي نازلة دي rupture ولا RBCs صحيحة، عشان بتفرق في الانفستيجيشن. specific gravity ده عنصر مهم جدا، بيشوف الكثافة النوعية للبول. فمعنى ان احنا نعمل الكثافة النوعية، برضو في حالات مرضية بيكون الكثافة النوعية عامل مهم جدا لفي ان بيحصل فيه مشكلة في الكدني ولا مفيش مشكلة، فلازم بنتابع برضو الستريب. الكيتونز، لو في كيتون بودي بيظهر. البيليروبين برضو الابنورماليتي بيبقى ليها درجات. الجلوكوز برضو، الجلوكوز بنبدأ نقارن. الجلوكوز بيظهر امتى؟ لما يكون البيشنت ده دايابيتس والسكر عنده عالي جدا، فالسكر لما بيبقى عالي بيحصل ان هو يحصل اسكيبنج في اليورين، فبيظهر عندنا في اليورين. طيب هل ده the end of investigation؟ لا، في حاجات لازم بنعملها عشان نتأكد هل التست بتاع الستريب ده صحيح ولا لا. فبنلجأ في تستين مهمين لازم يتعملوا، وهنشوف الفيديو بتاعهم. الجلوكوز والبروتين سبيشالي دول بيتعمل لهم تست تاني عشان نتأكد فعلا ان في عند البيشنت ده كان جلوكوز او في بروتين ولا لا، او في نيتريت ولا لا. هنتكلم بعد كده على البندكت تيست. شكرا. طبعا انا زي ما قلت ان لما بيزيد الشوجر ده او السكر في الدم بيبدأ يظهر في اليورين، بيخرج مع اليورين. طيب ازاي نقدر ديتكت؟ عن طريق بندكت تيست. البندكت تيست هو محلول لا بيتفاعل مع السكر نتيجة لوجود الكبر. وطبعا في حالة النورمال شجر بنجيب يورين سامبل وبنحط على البندكت وبنسخن شوية. لو اللون اتحول للون جرين، اوكي، يبقى كده يبقى في طبعا نسبة من نص الواحد في المية. لو اتحول ليلو يبقى من 1 لـ 2%. لو اكتر من 2% الشجر عالي، يعني ما بيتحول للون الاورنج. لو ما فيش بيبقى اللون ازرق. طبعا بنحط عادي كمية قليلة
من البندك تيست على اليورين، وبنسخن شوية وبنبص بنلاحظ. أول ما بيتغير اللون يبقى كده detection لوجود السكر في اليورين، فبنعمل confirming للستريب بتاع ايه بتاع الدبستيك اللي عندنا.